عكاشة، يوسف عكاشة جهة الدار البيضاء الكبرى. الآن حنا متواجدين بالمحرك ديال بوزنيقة باش نديروا التدريب ديالنا لكأس الحسن الثاني اللي غادي يكون إن شاء الله في عمالة بن سليمان يوم ثلاثاء 15/3. حنا تنستعدوا بالتدريب ديالنا هنا في المحرك اللي لقينا الطاقم، جميع الطاقم ديال العمالة يعني ساندنا بالنسبة للسيد العامل ولا السيد الباشا ولا الدرك ولا الأمن، الحمد لله عطاونا المنطقة، جهزوا لنا بتجهيز كامل. وحنا الآن تندربوا مدة دابا ديال واحد الخمس أيام، وبقى لنا واحد الأربع أيام أخرى ديال التدريب هنايا. والمسابقة غتكون نهار الثلاث، غادي نكونوا فيها حنا 10 ديال الفروق، هو كأس الحسن الثاني، يعني هذه الجهويات عاد غادا تبقى بالنسبة لدار السلام. ربات وحشوا البارود ولله الحمد، سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا والله يعطيه صحيحته، عطى الأوامر ديالو باش دار هاد الإقصائيات، باش هاد الناس اللي هما ديال البادية تا هما يخرجوا لهاد العرس اللي حنا تنسميوه عرس، وهاد الأصالة المغربية اللي ما عندهاش ثمن في البلاد. اليوم رحنا متواجدين بوزنيقة، تنشكر من هذا المنبر صاحب الجلالة نصره الله والمسؤولين اللي هما تا هما عطاونا جميع التضحيات ديالهم ووقفوا معنا في جميع الرخص. وحنا تنطلبوا يوم الثلاثاء يكون واحد اليوم اللي هو عرس بالنسبة للناس الفلاحة، والفلاحة هما كلهم منتظرين هذا اليوم ديال التبوريضة، وجميع الأجواء متوالمة إن شاء الله، والله ينصر سيدنا تالي في الأخير. يعني الإخوة اللي معاه دابا كلهم جداد معايا، كلهم عطاوني الروح ديالهم والنفس ديالهم، ومستعدين تيباغين يضحيوا معايا، اللي هما جاوا من جميع الأقاليم المملكة، وقالك حنا بغينا نتعلموا لهاد الخياطية اللي أنت أستاذ في هاد الخياطية، بغينا نتعلموها معاك وبغينا نلعبوها معاك. ولله الحمد لقينا واحد الإقبال من ناحية ديال اللعب، كلشي تعلم الخياطية اللي هي الخياطية فيها ثلاثة ديال المقدمين في الفرقة، وهي أول مقدم، وكاين جوج يكونوا في الطرف، يعني هادو هما المقدم ديال الصربة ديال جهة الدار البيضاء الكبرى. أما بالنسبة للميداليات، ديت ميدالية في 2007 اللي هي الذهبية، و2006 اللي هي الرتبة الثالثة، وكان 2007 كان أول براج وآخر براج ملي كانت المرحومة لالة أمينة الله يرحمها مسكينة، اللي هي تتحب الفراس وهي اللي عطات له واحد الأهمية كبيرة للفراس. من هذا المنبر نطلب الله يجعلها من الشهداء، والله يجعلها إن شاء الله يكون المقام ديالها حدا الرسول صلى الله عليه وسلم.